اهلا بيكم في حلقه جديده من حبه كراميل مع مجله نص الدنيا. النهارده هنعمل وصفه جديده هي تارت الكنافه بالفاكهه. احنا خدنا فكره التارت، بدل ما نعمل عجينه تارت حطينا بدل العجينه كنافه، وهنحشيه بالباستر كريم والفاكهه حسب الرغبه. مكونات الوصفه بتاعتنا النهارده: مكونات طبقه الكنافه، نص كيلو كنافه عليه كوبايه سمنه سايحه ومعلقتين سكر بودره، مكونات الباستري كريم نص كوباية باستري باودر وعليه كوباية ونص لبن. طبعا محتاجين احنا السمنة عشان ندهن دهنة للقالب بتاع التارت. زي ما احنا عارفين قالب التارت اشكال كتيرة، انا النهاردة اخترت شكل القلب. وفاكهة للتزيين برضو حسب الرغبة، معانا فراولة، معانا كومبوت اناناس، كومبوت خوخ وفستق. هنبتدي الوصفة بتاعتنا. انا مجهزة الكنافة بتاعتي، حطيت عليها السمنة زي ما احنا شايفين كده، وحطيت عليها سكر بودرة معلقتين. اهم حاجة ادهن القالب بتاع التورت بتاعي. ببدأ ان انا احط الكنافة زي ما احنا متفقين مع بعض. اهم حاجة تبقى الكنافة متفرفرة كويس جدا، علشان احنا محتاجين الطبقة بتاعتنا زي طبقة التورت بالظبط، ما تبقاش فيها كلاكيع. بعد كده هنبتدي نعمل الطروف بتاعتنا. اهم حاجة في التارت الجوانب عشان نبقى خدنا الفكرة كلها ووظفناها على الكنافة. زي ما احنا برضو متفقين ان الجزء اللي في النص ده انا هملاه، بس اهم حاجة عندي الجوانب في الاول داير ما يدور، والجزء اللي اشوفه محتاج بدأ بزود عليه. ظبط الجزء اللي في النص، اي جزء احنا شايفينه، وبالاداة دي دوت الهون هبدأ ان انا اضغط بيه كده. زي ما احنا شايفين بيظهر في جناب او في حتت بيبان فيها صينية الموضوع ده، والهون ده انا ما بقاش عاملة بيه توم ولا عاملة بيه توابل واجي ادخله في الحلويات، لا انا ببقى جايباه مخصوص علشان حاجة زي كده. هي فكرة انا ابتكرتها، ممكن نعمل بايدينا الناس اللي حابة بفنجان شكل ده. بكون محضرة الفرن بتاعي على درجة حرارة 130. ده باستري باودر من اي محل خامات حلواني انا بطلب منه. انا باخد بس نص كوباية، عليها كوباية ونص لبن. ده كده الباستر كريم، انا داوبت الباودر بتاع الباستر كريم برة في البارد في اللبن، وببدأ احطه دلوقتي على النار. زي ما احنا شايفين كل ما دام القوام بيمسك مع بعضه، الباستر كريم بتاعنا اهو سيبناه لغايه لما برد شويه، ما ينفعش احطه سخن على الكنافه. الكنافه طلعت من الفرن بالشكل ده، رشيت عليها رشه عسل شربات او عسل ابيض. هبدا بقى احط زي ما بنعمل التارت بالظبط الباستر كريم بتاعي على التارت بتاعي. زي ما احنا شايفين كده احنا زي ما نحب. انا هبدأ ارص الفراولة، معانا فراولة فريش مش موجودة، ممكن اي فاكهة متوفرة. هبدأ ان انا برضو نقطع الفراولة. الفاكهة دي لو انا مش هقدم التارت بتاعي دلوقتي، يعني لو سبته شوية في التلاجة الفاكهة دي كلها هتدبل، فانا محتاجة ان انا احط طبق التلميع للفاكهة، ومفيش احسن من الجيلي ان انا المع بيه. بختار نوع جيلي معين يكون شفاف شوية، ليمون يعني احسن حاجة، او برتقان. الفاكهة برضو زي ما نحب حسب الرغبة. اتمنى تكون وصفتنا عجبتكم، واستنوني في حلقة جديدة من حب الكراميل مع نص الدنيا.